ريانا على رأس جراجس أو ناتلوس أو شن وتستخدم الألتي وتسوي سي سي ودامج. بالنسبة حق جراجس، عفوا، بالنسبة حق فوكسل جيمينج، عندهم يعني أنا أجد غير كاليستا صعوبة في الانجيج. كاليستا ممكن تستخدم الالتي مالها مع الستار، الستار طبعا اذا ياخذ التاليزمان اوف اسنشن مع الفلاش ممكن انه يسوي انجيج نوك اب. كاليستا التي نوك اب اخر، ريكساي نوك اب اخر، ومن ثم طبعا اثناء كل هذا فلاديمير يستخدم الالتي عشان يعطي فريقه زيادة دامج على الناس اللي هم متأثرين بألتي فلاديمير. وطبعا النهاية تكون من ياسو هو اللي يستخدم الألتي على الناس اللي هي نوكت أب. يعني كان ماي ريفنج كي ال أوجد نفسه في نقطة أو في مكان أنهم يكونوا متكتلين مع بعض، والستار قدر انه يسوي فلاش نوك اب. اعتقد انه ما راح الفريق ما راح يرجع للارض قبل ان ينمحي من الدمج اللي موجود من اعضاء فريق فوكسل جيمينج. المباراة دخلنا الان في اللودينج سكرين، ويعني ها هنا نبدأ اخر مباراة في البطولة التي يعني تمت 4 أيام من يوم الخميس إلى اليوم، وسيحدد الفائز من هذه المباراة إما فوكسل جيمينج أو ماي ريفنج كي إل، المغرب ضد السعودية. شوف هل راح يكون في تركيز على الايرلي جيم مثل ما سوى ماي ريفنج كي ال اخر مره، ركز على الايرلي جيم وخذ ادفانتج. هناك بوز في دي سي من عند نوتلس، راح يرجع ان شاء الله عن قريب. يعني البوز صايره كثيره يعني بالتورنمنت هذا، ويعني نتاسف، يعني نتاسف احنا للمشاهدين على البوزز اللي قاعدة تصير. انا ادري ان كثرة البوزز هذه يعني تخلي المشاهدة غير ممتعة، لكن ان شاء الله يعني البوزز هذه تكون بالبداية وبعدها نمشي بالسليم ان شاء الله. طيب احنا نشوف السامنر سبيلز. ياسو خذ اكزوست بدل ما يكون عنده اجنايت او هيل. الاكزوست يعني يمكن عشان كان عارف انه في اكزوست جاي من اوريانا. الاكزوست من اوريانا طبعا جيد جدا لانه ياسو يعتمد على الكومبو ماله، فاذا كان اذا استخدمت اوريانا الاكزوست على 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 ياسو قبل ما يستخدم الالتي ماله، الدمج والبيرست اللي راح يسويه ياسو راح يكون مخفف بسبه الاكزوست. لكن اعتقد الاكزوست على ياسو من قبل ياسو يعني الفائده منه انه يساعد في السلو عشان يسوي تشيس، يسوي تشيس على اوريانا. ونشوف الريكونكشن من نوتلس. اعتقد ان اللعب راح يستأنف مرة اخرى، الفريقين يتأكدوا من بعض انهم جاهزون. و هناك سؤال في الانتظار. طيب الآن نستأنف اللعب وبدأ اللعب معنا.
طبعا بانتظار ايضا مون انه يشاركنا في التعليق، لكن الى ان ياتي انا راح اكون المعلق، وان شاء الله ما يطول عليكم مون. طيب البينج من ماي من فوكسل جيمنج يصير على الريد باف، الفريق كله رايح للجنجل مع بعض عشان احتمال انه يسوي انفيد او فقط يشيك يحط وردات. هني جراجس يلاقي نفسه في مكان يعني لا باس فيه، يقدر يطلع منها ما فيها من اي مشكله، يشيلون الورد اللي حطه ويحطون وورد في البوش على ماي ريفنج كي ال جنجل، يحطون وورد ثاني على الريد باف مال ماي ريفنج كي ال، يعني عشان يشوفون وين راح يبتدي الجنجلر مال ريفنج كي ال بالجنجل، هل راح يبلش بالجولمز ام الريد باف ام البلو باف. اعتقد انه يعني من شكل الفريقين انه يعني ما راح يبلش بالبلو باف جراجس، او ممكن يعني يغيره، الحين مو مبين. في بينج يا من البوت لين على الجولمز، اعتقد انه جريفز راح يستخدم الاكسبيرينس اللي راح ياخذه من البوتم عشان يستفيد منه في الليفل 2 فايت اللي راح يصير في البوتم لين. في هني في ممكن فايت يصير يصير عن فروغ كريستال انسايد فيك البرشا دامج سينيو بطبيعه الحال ما توجد بالتانكينس وبالفوربل سترايك نتاعو، نتصور لي الشادو داش في الليفل 1 هوني باش يحاول ياخذ اقل دمج على التارجتس اللي قاعدين يضربوا فيهم ويربح اكثر اوفون يربح عليهم تارك كنترول، وعنده تانتر هوني على زيد ولهنا ماتش اب مستانس بيه في سيزون 2 وسيزون 3 وقت اللي كنت تلعب شين كمان صعيب انك بشين تربح فلاديمير، لكن نحب نشوفوا السينيو شنو هو قادر يعمل في التوب لين. السلام عليكم مره اخرى، سامحوني تو بركة كمل السجاره نتاعي. نرجع في صلب الموضوع لهنا الطرح القاتل الطرح في ليفل 2 انجيج الفريقين هذوما اللي وصلوا يلعبوا على الثرون والانجيج هوني في البوتوم لين عن فلاشيت اللي يخرجوا الفيرست بلاد يمشي الكاليست عندنا كريستال لين بجريز اللي مازال ممكن يحاول يرجع للتاور نتاعو، ما يحبش يمشي على الاجريسيفتي ضد ناموس بحكم انه عنده الديفنس ميكانيك اللي لازمينه وبطبيعه الحال كي يصير على ناوتيلوس. بوتوم لين مش كون صعيب هوني على الماي ريفنج بحكم اني كاليستا خذيت الفيرست بلاد، اليستا متواجد هوني بالكراود كنترول نتاعو كالعادة بطبيعه الحال. ميد لين تكون معقده شوي على دريمرز هوني لبوريانا ضد ميميك اللي بياسيو، ياسيو اللي معروف من اصعب الماتش ابس ضد الاي بي كاريز اللي بالبوزيشننج كيف اوريانا وازير، ويظهر باش تكون جيم صعيبة على الماي ريفنج لهوني. وحتى في التوب لاين نلقاو شين لهوني بطبيعة الحال ضد فلاديمير، فلاديمير معروف بالدمج نتاعو بالسستين نتاعو اللي ممكن لهنا يخرج شين من الجيم بالمرة. ولهنا عندنا الانيشيشن في البوت لين كريستال لهنا اللي ياكل برشا دمج، ممكن اوتو هيت مع عند كاريستا ويخرج اخف الاضرار نتصور في الوضع هذا، ممكن باش يكمل الويف ويرجع يعبي الهيت بوينتس نتاعو. نعم انت يمكن ما كنت موجود معانا في البانن بيك فيز، يعني هذه المره فوكسل جيمنج سوى بان حق رايز لانه شاف عنده مشاكل من المباراه السابقه، وبعدها سوى بان حق هيكرم، شال هكرم من سنيو لان سنيو كان عنده الفيرست بيك ما كان يبي ياخذ هكرم، والبان الثالث كان لا اذكر البان الثالث صراحه، لكن يعني كان التركيز على سنيو في البدايه، وماي ريفنج كي ال شال سجواني من اكفاف فاكسل جيمنج. وعندنا لهنا تريد في الميدل لين ميمك اللي يخرج
ضخف الهضره لهنا، كان نجم يعطي الكل دريمر سمباي اللي ما عادش عنده مانا، وعندنا لهنا الاكزاست اللي تخرج على الميميك والفلاش من عند دريمر سمباي. البيك نتاع الاكزاست من عند السوبر اللي كان في محله، وشفنا الفاعليه نتاعو في لين ضد جاسيو اللي بطبيعه الحال بعد ما دخل اليستر في لين اعطاها الادفانتج في التريد اللي صار. تركيز من فوكس الجيمنج على دريمر سنباي هذه المرة، شاف ان دريمر سنباي كان عنده تأثير كبير في الفايتس، فقال انه لا خلينا نركز على دريمر سنباي هذه المرة ونسوي الجانكس واحد ورا الثاني عشان نخلق مثل عامل نفسي على دريمر سنباي يأثر عليه في بطريقة الكامب. إذا كان ألبيستر بشو قد يعمل في روتيشن ما نسوش اللي فما كومبو فعال ما بين ألبيستر وميميك بياسيو الهوني اللي هو بدوية الحال النوك أب والألتيميت، وعنا الفلاش من عند جاجاس بدوبي إسلام الإكزوست تخرج من عند ميميك، ميميك اللي حاول يأخذ كيل على دريمز يتحصل على الكيل من غير حتى أدنى مشكل. نشوف في ميميك لهنا اللي حاول يهرب من كريس من جراجاس، جراجاس بالبودي سلام لهنا اللي ما يتمكنش انه يخلط على ميميك، عندنا لهنا ريكساي اللي يخلط ولهنا يعطي الكل للجراجاس. لهنا كومبو خطير من عند من عند الفوكسل جيمنج، اللي عندهم الناك اب نتاع ريكساي، عندهم الناك اب نتاع اليستر، وهذا ممكن يكون الناك اب زاد بالالتيميت نتاع كاليستا. ياسو بشق برشا طرق يدخل بهم بالالتيميت نتاعو. نعم مثل ما قلت انه في تركيز الان كبير على ماي دريمر، دريمر سنباي من ماي ريفنج كي ال، قاعد يركزون عليه، مره كان الستار ومره ركساي، جنكات قاعد تصير واحد ورا الثانيه على عندنا الدول في البوتوم لين، وستون يخرج على ايجنوم، ايجنوم لين اللي يحاول يتريدي مع كريستل، الاكزوست تخرج على كريستل، نشوف في فيرس اللي يحط في دمج كثير بالمره، ومزيل يحاول ياخذ على ايجنوم، ايجنوم الهوني اللي يهرب يقعد دونك ناموس يمشي ككيل. من ناحيه اخرى في التوب لين عندنا الشن هنا بعد الجانك نتاع ريكساي، بطبيعه الحال الشن هنا كان ينجم يتمكن من كيل على بوس، لكن دمج نتاع كاك زيد كان كافي باش يخلط ايمانا التيميت نتاعو. وعندنا بطبيعه الحال نشوف في ريكساي اللي مازال ماهوش ليفل 6 ما ينجمش يعمل الالتيميت نتاعو باش يخلط الدراجون بيت، وعندنا دمج لهنا سلولي بات ستادي اللي يمشي على الدراجون، لهنا ميمك اللي يخلط عنده الالتيميت نتاعو ممكن باش يحاول يستعمل تورنيدو نتاعو الالتيميت ياكل الدمج من عند كريستال ميس تلكيو الاولى يخرج عليه ياخذ الستيل ويستيل الدراجون، وعندنا شوك ويف متأخرة من عند اوريانا ميميك لان اللي يحاول يفلاش ممكن يشط الكيل على فيرش يستعمل الالتيميت نتاعو ويقع في الفخ لان كريستن يزيد يخسر برشا هيت بوينت، عندنا ايجنوم لان تدور مع كريستن انسايد ريسال ياخذ يز دبل كيل هوني بالكيل الثاني اللي ياخذ على النوتيوس ودريمر سمباي لان يخلي روحه ككيل تريبل كيل يمشي ريك سايد 7-2 للفوكسل جيمنج. ماذا يحدث لماي ريفنج كي ال؟ حاول انه يعني هو استوعب انه هو خسر ادفانتج في البدايه، وحاول انه بطريقه يعني بائسه انه ياخذ الادفانتج عن طريق الدراجون، لكن سوى الدراجون وكان معاه ثلاث اشخاص، الثلاث اشخاص ما كانوا عندهم اتش بي كفايه انهم يعيشوا الفايت اللي صار، وكان في فلاش جيد من ياسوا انه يحطهم ثلاثتهم في لاين واحد، لكن نوتلس فهم الموضوع وعلى طول ابتعد عن اللاين اللي كانوا مشكلين الفريق، واستخدم الالتي مال ياسو على فقط اثنين، لكن الغلط كان انه السمايت اما كان غير متوفر او تاخر في حساب ماي ريفنج كي ال، وتسبب ان ياسو هو اللي اخذ الدراجون بمجرد اوتو اتاك. اوتو اتاك لهنا سمايت من عند جراجز اللي كان لهي اغلاط وتصير حتى في الفوتوشن في الحال، و ماذا بيهم الماي ريفنج هوني ما يعاودوش اغلاط من نوع هذا. الفايف بيرسنت دامج اللي تربح بالباف نتاع الدراجون هو اللي عمل الفارق اساسيا في الفايت اللي صارت على الدراجون بيت. يعني بمكان اخر نشوف ان سانيو في التوب لين يواجه مشكله ضد فلاديمير بحكم ان صحيح يعني بحكم ان شن يعني ما عنده ادفانتج على فلاديمير، وايضا اخذوا منه رامبل في البان، فيعني حطوا سنجو
في عفوا سنيو في مكان حرج انه ما عنده لا رامبل والرايز بان ايضا. الشامبيونز بول نتاعو تكون مستقرة بالمرة، ممكن كنا نشوف ولينا عندنا الالتيميت تمشي من عند شان الباك لين بعد التريد اللي صار بطبيعة الحال، الهيد بوت من عند اليسار في محاولة انه بطبيعة الحال يمنع التيميت نتاعو، التيبي من عند فلاديمير جينايد يحاول يبوشي بطبيعة الحال التوب لين، فلاديمير هنا باش يكون خطر محدق بالستركتورز نتاع المايفنج بطبيعة الحال. بوشر خارق للعادة، عنده ممكن أقوى كلير ويف في ليج اوف ليجندز، ممكن ليقف مع برشا تشامبيونز في المستوى نتاع كلير ويف. وكريستال هوني جريد يلقى روحه في ديزادفانتج كبير قدام أليستر وكاليستر، الرانج يمشي لكاليستر، البرست يمشي الدمج والبوك يمشي لكاليستر بطبيعة الحال، والكنترول يمشي أكثر لأليستر. وعنا أوريانا الهوني زاد اللي تقابل في ماشي معنا مون. طيب يبدأ أن مون فقد الاتصال. إذا في انجيج يحاول فيه الستار لكن ما في أي إشكالية من بعده. شن قاعد يحاول أنه يدافع عن التورث الثاني للتوب تاور. طبعا التوب تاور كم باقي له يمكن اقل من ثلث من الاتش بي، واعتقد انه يعني فلاديمير اذا ترك يعني راح ياخذه فيه. هني انجيج التيمت على ميد لين، يستخدم الاكزوست من الطرفين، الالتي على ياسوا يوقف، لكن الفلاش من ركسايد نوك اب وياخذ الكل على دريمر سنباي. فيما حين ذلك يعني فلاديمير قاعد يحاول انه ياخذ يلعب ال1 في 2 ياخذ الكل على جراجس، والحين راح يحاول ياخذ الكل على شني، يستخدم الريد باف عشان يسوي سلو والكيو، شني يستخدم الفلاش يطلع منها مع الشيلد، لكن في دايف من ركساي، ركساي يحاول انه يسوي نوك اب حق شن، هل راح يسوي النوك اب عليه؟ يسوي النوك اب ويدش عليه ياسوا وياخذ الكل ياسوا على سنيو، والحين راح ياخذون التوب لين تاور، ثاني توب لين تاور. والان يعني في نوك اب ثاني من الستار، يسوي يستخدم الالتي ناتلس على ياسو، ياسو يطلع منها وايضا ناتلس يطلع منها، التوب تاور الثاني يقع من ماي ريفنج كي ال، وماي ريفنج كي ال الحين قاعد يعني يهيئ نفسه انه لازم يسوي شيء عشان يرجع للمباراه. ريكولز ترجع من ماي ووكسل جيمينج. شوف بالبوتم لين عندنا كاليستا قاعد تاخذ البوتم تاور، بوتم تاور الاول خذته طبعا، والان ماي ريفنج قاعد يحاول يحط وردات في الجنجل عشان يحمي نفسه من البيكس اللي ممكن تصير داخل الجنجل. الحال هو الحين في الديس ادفانتج، ويعني لازم انه يخفف من الديس ادفانتج اللي فيه عن طريق الفيجن. ركساي دخل في واحد من الجانكس وخذ تريبل كيل، وهذا يعني سبب انه ركساي راح يدخل في مجال الدمج وراح يسوي سنوبول للفريق طريقة الدمج والتانكينس اللي موجودة في ركساي. يعني ما لا أدري ماذا يحدث لماي ريفنج كي ال، كانوا في المباراة السابقة ماسكين جيدا، لكن أعتقد كان في تركيز خيالي من ماي ريف من فوكسل جيمينج على ماي ريفنج كي ال في الميد لين. يعني جانكات ورا بعض كانت هني، في ممكن جانك على فلاديمير، فلاديمير يستخدم الالتي راح يستخدم البول عشان ينزل تحت يوخر عن الدامج، عشان يستخدم الالتي عشان ينقذ ناتلس، فلاديمير ما زال يعيش والحين يلا جراجس، جراجس راح يستخدم التوس البادي سلام مع الاوتو اتاك وياخذ الكل. دراجون يقع الى فوكسل جيمينج. يعني
اخذوا 4 عشان يذبحون فلاديمير، واستخدم فوكسل الوقت هذا انه يرجع ياخذ الدراجون. فهذا اعتقد يعني كان تبديل جيد. اوف، وياسوا ينمحي باستخدام الالتيز الثلاثه، مالوت جريفز وناتلس واوريانا، ثلاثتهم مع بعض استخدموا الالتي وانمسح جريف. ياسوا استخدم النوك اب وياب فيها جريفز، لكن جريفز يعني ياسوا كان نوكت اب، وطبيعه الحال ياسوا ما يقدر يستخدم الالتي اثناء ما هو يكون في السي سي. ركساي يشوف الورد اللي عنده بالرد باف ويكمل ياخذ الرد. يعني نشوف يمكن استياء من مشجعين ماي ريفنج، ما هم يعني قاعد يأدون بالأداء اللي أدوه في المباراة السابقة. وطبيعي لأنه يعني لما أنت تكون مشجع فريق تبي فريقك يفوز، لكن يعني في أكثر من شغلة لازم يسويها هني ماي ريفنج عشان يرجع للجيم. أولا يعني عندنا دريمر سنباي لازم ينتبه للجانك اللي قاعد تيله هني، في ممكن جانك مرة ثانية على فلاديمير، لكن أليستار موجود يسوي نوك اب حق ناتلس ويوخره عن فلاديمير، لكن الهوك يرجع على أليستار. أليستار يستخدم الالتي، ركسا يدش مع الدبليو تانل، لكن ما اعتقد انه راح يصير في شيء هني. في 1 في 1 من ركس من ياسو على جريفز وياخذ الكل. في تليبورت من شن للبوتم لين، أليستار حاول انه يوقف التليبورت لكن ما قدر يوقفه. أليستار مع فريق الان يسوي بوش توب، ياسو 1 في 1 ضد شن، لكن نوتلس ايضا جاي. نوتلس راح يستخدم الهوك الركب، تبوش من ياسو. ياسو يستخدم الفلاش، لكن الفوربل بليدز من شن تاخذ الكل على ياسو. لكن في حين وقت في وقت ان ياسو كان يضيع وقت ماي ريفنج انه يقتلونه، فوكسل جيمنج اخذ الانهبيتر تاور، والان يحاول ياخذ الانهبيتر. اليستا تحاول انها تطلع من قضبة نوتلس، لكن نوتلس ما يقدر يكمل عليها، ويموت نوتلس ضحية لكاليستا. ياخذون الانهبيتر فوكسل جيمنج. فوكسل جيمنج الان يحاول التركيز على شن يعني رند واحد ممكن يطيح من سحبتها كاليستا بالرند، والالتي من اوريانا ما استخدم يعني بطريقة ممكن يفيد الكلز حق ماي ريفنج، لكن الباك شوت من جريفز ياخذ الكل حق ماي ريفنج كي ال، والتشيس ما زال مستمر. جراغس قاعد يحاول انه يسوي تشيس، لكن السلوز ما هي يعني ما قاعد تسمح حق جراغس انه يسوي تشيس. طيب اثنين ماتوا هني، أليستار وركساي من فوكسل جيمنج. اعتقد انه سبب الموت انه هم طولوا في الجلوس في البيس. هني ممكن ياسو 1 في 1 بسهوله ياخذ ناتلس. ناتلس رغم التانكينس اللي فيه يعني ما عنده الا شويه ايتمز الاتش بي، لكن نشوف ياسو عنده البليد اوف ذا روند كينج، عنده الستاتيك شيف، ويعني الدامج اللي يسويه كبير، خصوصا ان ناتلس عنده اتش بي بدون ارمر، وهذا يساعد البليد اوف ذا روند كينج على الدامج. يعني نرى الان فارق السكورز، فارق الجولد تقلص شوية من فوكسل جيمينج، راح شوية لماي ريفنج كي ال، لأن ماي ريفنج كي ال قدر أنه يسوي كابيتالايز على شوية كلات من فوكسل جيمينج، أثر خطأ فوكسل في البيس. لكن هني في كنترول كامل
من بوكس الجيمينج على الجنجل مال ماي ريفنج كي ال. الستار حاول انه يسوي هدبت من ورا التاور لكن ما لقى الا ناتلس، وناتلس ما هو بالبيك المهم انه عشان يسوون له فوكس بالالتيمتس والتيم فايت يبلش عليه. هل فوكسل راح يحاول انه ياخذ البارن؟ البارن موجود، فلاديمير قاعد يسوي بوش للبوتم لين، راح ياخذ التاور وفوكسل جيمينج يسوي بيت على دراجون، وركسا يسوي نوك اب على جراجس والتي من كاليستا. الومبو كومبو من ياسوا يخلص على جراجس وناتلس، والحين فلاديمير سوى تليبورت وراح على اوريانا. اوريانا تحاول تستخدم الكيو الالتي الزونيا لكن اوريانا ما راح تعيش، ومن بعدها راح يدش ركساي على غريفز. غريفز يموت ضحية لفلاديمير، ومن بعدها ما زال التشيس مستمر من ركساي. ركساي سوى بيت بالبارن عفوا. يعني فريق ماي ريفنج ما كان يدري انه كان بيت، فيا ودخل يم البارن وتفاجأ في التانل. مثل ما قلنا احنا كان في نوك اب من ركساي، نوك اب من كاليستا التي، نوك اب من الستار بولفرايز اللي يليه من بعده الالتي من ياسوا. يعني كومبو هذا قتال، الومبو كومبو هذا مثل ما قلنا ان اذا مسكت فيه اثنين او ثلاثة صعب جدا يرجعون بعد خسارة التيم فايت هذا. البارن يروح حق فوكسل جيمينج. فوكسل جيمينج الان اعتقد انه راح يحاول انه ياخذ ايضا الدراجون، وشدي يصير عنده ثلاثة دراجونز. ماي ريفنج كي ال ما عنده ولا دراجون، وهذا راح يأثر عليه. الدراجون الثالث يعتبر بوف كبير حق فوكسل جيمينج حاليا، لانه يعطيه برسنتج دامج على التاورز والستركتشرز، وهذا تأكيد على الدراجون. هني الستار ما ادري شنو قاعد يسوي، ازمارو كريستل ما ادري شاف الستار او ما شافه، يمكن كان حاط الخريطه مكان ثاني، لكن يموت غريفز، ومن بعدها يصير تشيس على الشن يسوي ياسو يسوي الالتيمي ويشيل نوتلس بكومبو واحد. واعتقد الان يحاول فوكسل جيمينج انه يروح ياخذ الانهبيتر اللي في التوب، والستار يتنك التاور عشان يروح يساعد اصدقائه في البيس. يعني شوف التحكم، شوف تحكم في البيس. بوكس الجيمينج ما هو قادر انه حتى يصعد يطلع برا الجيم، يطلع برا البيس. هني في التي وهذا النوك اب على غريفز، لكن مو كفايه انه ياخذ كل. حتى كاليستا حاولت انه تستخدم الرند لكن ما كان كفايه، الالتي على الستار، الستار يموت، لكن ما زال الدامج يصير على النكسس، والشامبيون يكون حق بوكس الجيمينج بعد ما فاز مرة ثانية على ماي ريفنج كي ال. ماي ريفنج كي ال يعني أدى أداء ممتاز في المباراة السابقة، لكن في هذه المباراة يعني ما أدري ماذا حدث، تغير الديناميك الفريق، ويعني ما أدري شنو صار بالنسبة حق ماي ريفنج كي ال. لكن فوكسل جيمينج يأخذ البطولة ومبروك، والمركز الثاني طبعا راح يكون ماي ريفنج كي ال.